في ايه يا فاطيم؟ تعالى يا بوب. يا فاطيم فهمني بس، جايبني من محل الورد على مالها وشي ومش فاهم حاجه. هتفهم كل حاجه بس اقعد يا بونبوني. قعدت يا فاطيم. خير اخويا ميشو؟ عامل ايه يا بونبوني؟ اخوك ميشو؟ ما انت يا بونبوني انت، انا عايز اطمن عليه، وبعدين انا متاكد ان انت عارف مكانه. بص يا فاطيم، كل اللي اقدر اقوله دلوقتي ان ميشو زي الفل وفي حته امان، ومش هقدر اقول حاجه اكتر من كده. الحمد لله ان هو كويس زي الفل. قول لي بقى، هو فين دلوقتي بالظبط؟ سوري، دي بقى الحاجه الوحيده اللي ما اقدرش اقول لك عليها. وليه بقى ما تقدرش تقول عليه؟ ده انا اخوه، لازم اشوفه واطمن عليه بنفسي يا بونبوني. اولا ما اقدرش اقول لك على مكانه عشان المراقبه اللي تحت البيت دي ممكن تعرف مكانه عن طريقك. تاني حاجة بقى ودي الأهم، إن المعلم سيد الحاوي، ها سيد الحاوي، منبه عليا أنا وستيشن ما نقرش على مكانه. حلو قوي، اسمع بقى مني أنا يا بونبوني. أول حاجة أنا بنفسي هنزل تحت للمراقبة وهقول لهم إن بونبوني يعرف مكان مش أخوه. يا نهار أسود! أيوه. وتاني حاجة بقى ودي الأهم يا بونبوني، بعد ما يقبضوا عليك ان شاء الله هطلع انا بنفسي للمعلم سيد وهقول له ان انت اللي بلغت على ميشو. كده كده فاطين ويهون عليك بونبوني حبيبك؟ ايوه ايوه يهون عليا انا. خلاص خلاص، ما بقتش بقى فارقه معايا اي حاجه، اترفضت من المدرسه وقعدت لكم. هتقول على مكانه يا بونبوني ولا لا؟ ميشو 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 اخويا ميشو، الحمد لله انك بخير. انت ايه اللي جابك؟ اولا بقى ميشو انت وحشتني قوي، ثانيا انا جاي بقى علشان اعترف لك واستريح واخلص وكمان اطمن. تعترف لي بايه؟ فاكر يا ميشو اليوم الاسود اللي احنا اتبادلنا فيه الادوار؟ اخلص. اليوم اللي انت عملت فيه فاطين اللي هو انا، وانا ساعتها عملت نفسي ميشو. خلاص يا ميشو ما تنفخش، انا اقول لك اهو، رحت ساعتها بقى وقابلت واحد اسمه عنابي بيه، وكان عايز مني ان انا اسرق له تمثال فرعوني نادر. وما قلتليش ليه؟ ما انا بقى يا ميشو خفت لا اقول لك لحسن تروح تسرق التمثال بجد، ما انا عارفك. تاني حاجه هو هددني بقى ساعتها بالقتل لو اي معلومه عن الموضوع ده طلعت بره يعني، فانا ساعتها خفت عليك علشان انا كنت ساعتها انت. طب وانت ايه اللي خلاك تقول لي دلوقتي؟ سكر زفت الاقرع ده خدني ووداني العنابي بيه تاني، واتاريهم بقى ميشو هم اللي سرقوا التمثال يوم الحادثه الفظيعه دي من عربيه نقل الاثار، واتاري التمثال اللي سرقوه طلع مزيف، وكان موجود ساعتها بقى معاهم واحد اسمه الدرادو ربنا ياخده، واحده كده اجنبيه كده شكلها تمشي على الحيطه اسمها جيسي، وهددوني ان انا لازم اجيب لهم التمثال الاصلي بيحسبوه معايا. الدرادو؟ ايوه ربنا ياخده، ضربني بالبنيه وكان عايز يضربني بالكرسي في وشي بس انا وطيت، بس الحمد لله. وهددني بقى بالقتل ولازم اجيب له التمثال الاصلي على اساس يعني ان انا ميشو. كله جه مع بعضه يا ميشو، والكل فتح بقه وبيسن لك سنانه. انا اسف اخوي ميشو ان انا سببت لك يعني مشكله، انا اسف، بس انا عايز اطمن ميشو انت مالكش دعوه باي حاجه عن الموضوع بتاع سرقه التمثال ده صح؟ الله يريح قلبك، طمنتني الحمد لله. ما انت هتروح تسرق التمثال ازاي يعني وانت ما تعرفش اي حاجه عن الموضوع؟ ما انا ما قلتلكش ساعتها. وبعدين يا ميشو الموج عالي قوي، لازم تلحق نفسك وتوصل للشط قبل ما تغرق. ميشو الأكل وصل يا ميشو. أهلا فاطين، رمز الخير وصل العالم الشرير الدامي. دول مش عايزين يقر يا أستاذ. نررهم يا برشامة. جريت جرايه يا رجاله الحاوي، مش عاوزين تقر ليه؟ خلاص
كلاب وأوفية أوي لسيادكم. ما بتخونوش. احنا ما بنعرفش نخون يا شيكو. اتعلموا تخونوا. كيميا عمر حط البنزين يا كيميا. مش بنزين بلاش. جاهز يا استاذ؟ اعمل لي بالبنزين داير داير كده ها، علشان انا سقعان وعاوز اتدفى. دي سجارة ها، دي سجارة حصل قطع على البنزين يولع. مش بنزين واتدفى. الودائع الودائع. جاهزين يا باشا للولعة اهو. الودائع يا معلم. استنى استنى يا معلم. بقول لك ايه يا بربون، ما تقول له على مكان ميشو وانا هعمل نفسي ما سمعتش. طب ما تقول له انت وانا هعمل نفسي نايم. هتروحوا المكان اللي سمعتوه دلوقتي وتخلصوا عليه. مش عاوز الليله دي تعدي من غير ما اسمع خبر ميشو. تمام يا فريد بيه. اياكم ترجعوا من غير الورق، الورق لازم يكون معاكم. طمن يا باشا. اتفضلوا. تطلعوا على هناك دلوقتي تجيبوا لي الورق والفلوس، ولو ما جبتوش ما ترجعوش. واجب يا استاذ. طب بومبوني وستيشن هنعمل فيهم ايه يا كبير؟ بومبوني وستيشن هيفضلوا ضيوفي، ولما تيجوا نبقى نسقطهم في اي صندوق زباله. واجب واجب يا استاذ. واقفين ليه؟ ما يلا يلا يا فؤاد. الليله دي الليله الكبيره، ليلة الحفلة الكبيرة، يعني من الآن فصاعدا مفيش حاوي ومفيش أراجوز. يعني مفيش ميشو وإيفري سانشيز. أوكي. بقالي ساعة بقول لكم ميشو ميشو مش هنا يا غوغات يا همج، مش هنا، كان هنا وبعدين مشي بالليل، وبعدين قول للبداء اللي هناك دوت يسيب لوحاتي دي تسوى ملايين. وراح على فين؟ ما أعرفش. حتى انت ولا خلص عليك. بقولك ما اعرفش، يا عدو الانسانية. انا كنت اتمنى انه يكون هنا عشان كنت خلصت منه زيكم. طب يلا بينا يلا. ميشو 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 اطلع يا ميشو اطلع يا ميشو 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 يا ميشو. مش هو ده مش هو ده دوت اللي اسمه بتاع ده اسمه ايه؟ ايوه فريد الجندي. فريد الجندي. مش هو دوت اللي وحدة السرقة؟ ايوه. هما بقيت لك الاوغاد دول احفاد جنكيز خان عشان يقتلوك. ليه؟ عشان خايف مني انتيك. انا لازم اخرج. على فين؟ على فين؟ الجرح لسه ملان. مش يا ميشو، كان مشوار مهم ولازم يخلصه. ميشو يبقى مش هترجع تاني هنا. ها؟ هترجع تاني؟ يا عالم انتيك. طيب خلي بالك خلي بالك بنفسك يا ميشو. خايف عليا؟ كل اللي بيحبك بيخاف عليك يا ميشو. سلام. كنت هنسى. امسك انتيك، امسك الورقه دي عشان تبقى خلصت مني خالص. لا 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 يا ميشو، ده معناه انك انت مش هتحتاجني تاني. انا لما احتجت لك لقيتك ومن غير ورق. امسك. تبقى مش هترجع هنا تاني يا ميشو. سلامي عنديك. ايه ده؟ شكله مش موجود. مش عارف، اول مرة. ايه ده؟ مين اللي فتح باب الشقة القديمة كده؟
يمكن عم انس جوه ولا حاجه. لا وايه الصوت ده؟ ايه ده؟ بابا ايه اللي حصل ده؟ بابا في ايه؟ بابا